بنجدد التحية مرة تانية مشاهدينا، ورجعنا لكم ولسه مكملين برنامج كلام في الكلام. خلونا كده في البداية الأول نتكلم زي ما احنا بنروح مراكز التجميل والبنات والولاد بيروحوا يجملوا نفسهم علشان مناسبة معينة، أو لما بنتعب شوية بنروح للأطباء علشان نعالج المشكلة اللي عندنا أو مرض، بنضطر إن احنا نعمل فحوصات ونشوف المشكلة فين. بالظبط برضو نفس المشكلة للعربيات، بنحاول لما بيحصل فيها أي مشكلة أو لا قدر الله لما بيحصل فيها حادثة بنضطر إن احنا نروح مركز تجميل، بمعنى أصح إن هو يرجعها تاني عروسة أو يجملها. زي لما احنا برضو بنبقى تعبانين بنحاول نشوف المشكلة فين والعيب فين ونصلحه. وطبعا أكيد أنا مش هقدم الفقرة دي لوحدي، معايا النص الحلو زميلتي ندى علاء. ازيك يا خالد، وأهلا بيكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. يا رب إن شاء الله تكون الفقرة لذيذة عليكم. ومعانا النهاردة ضيف متميز جدا وهو هيقدمه لنا خالد. طبعا معانا استاذ احمد هشام صاحب فروع جراج موتورز، منورنا حضرتك. يعني المشكله دلوقتي اللي احنا بنتكلم في الحوادث، طبعا ان احنا فصل الشتاء وبسبب طبعا الشبوره المائيه الشديده والامطار فبتكتر الحوادث في فصل الشتاء، فربنا يسترها علينا يعني يا جماعه. وخلينا كده نبتدي، يعني الحوادث مشاكلها مريبه وغريبه، ايه ممكن انت حضرتك عشان كصاحب جراج كبير او فروع كبيره جدا للحوادث، المشكله الحوادث دي يعني بتحصل كنتيجه احنا كبشريه ولا اكتر في الطرق والمواصلات ولا بتحصل ازاي؟ يعني خلينا في البدايه كده. في البدايه نتيجه بشريه ونتيجه طرق برضه، نتيجه بشريه من ناحيه الجري، من ناحيه الكاوتش العربيه مثلا، تيل الفرامل، حاجات كتير، ونتيجه طرق برضه، ما الطرق في مصر مش ممهده ان احنا نجري فيها. بالظبط. صح، بسبب السرعه. السرعه. طيب دلوقتي مثلا يعني ايه، مش هنقول برضو بسبب العربيات والطرق بس، اكيد برضو بسبب السائق نفسه، يعني بسبب السرعه. السرعه الزياده مع مثلا الكاوتش العربيه ما بقاش مظبوط، تيل الفرامل، الطرق، الميه، كل ده طبعا بيسبب حادث. طب ايه اصعب، يعني ايه اللي انا اقدر احمي نفسي على قد ما بقدر من الحادثه، اللي ممكن يكون في العربيه مامن ليا او امان ليا، ان انا لما يحصل حادثه لا قدر الله اكون انا في حاجه مامناني في العربيه؟ الايرباج والحزام دي اهم حاجه. طبعا الحزام والايرباج طبعا، بس احنا اغلبنا يا ندى ما فيش حد بيفتح الحزام، وحتى الايرباج كمان في بعض العربيات ما بتفتحش فيها. بالظبط، عربيات كتير فعلا ما بيفتحش فيها الايرباج. طب ايه المشكله؟ احنا ممكن اصلا يعني نحط احتياطات امنيه للعربيه ما فيهاش الامكانيات دي؟ لا، بيبقى صعب. صعب، لان اصلا العربيات اللي بتنزل بايرباج ثلاث ارباع الايرباج ما بيفتحش. لا هو كده كده هنعمل حادثه يا جماعه. حزام الامان ثلاث ارباعنا ما بنلبسوش، مع انه مهم جدا. مهم جدا 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 حزام الامان ده، انا نفسي ما بلبسوش، بس هو مهم جدا. بالظبط. هو ده نفس المشكله برضو، حتى دايما برضو كنت بقول لندى وقلت لك برضو قبل الهوا، اللي هو العربيات القديمه زي الفيات والشاهين، هل ينفع برضو نحط لها فيها الايرباج؟ لا طبعا صح، ما ينفع. لا طبعًا هو حزام الامان. بالظبط، حزام ده لو فيها حزام. طيب انت مثلا لو اي حد بيجي لك يعني العربيه خلاص متدمره، ايه اول سؤال بتستفسر عنه عن العربيه دي بحيث ان انت تقدر تصلحها مثلا؟ بص، هو اول حاجه انا بعملها لما بيجي لي عامل حادثه، طبعا بيبقى جاي متدمر نفسيا ومتدمر كل حاجه، اذا ما كانش في المستشفى اصلا ماديا كل حاجه. اول حاجه بعملها ان انا باخد معاه الموضوع انه عادي وبسيطه وسهله ومفيش مشكله وكلنا عملنا، واحده واحده بس في الاول كده، وبعد كده بنبتدي بقى احنا نشوف بقى العربيه فيها ايه. وكم بنبتدي بقى واحده واحده معاه، عشان بلاش صدمه من اول. لكن صدمه الاول هو اصلا بيبقى جاي، يعني الله يكون في عونه، بيبقى جاي متدمر هو، يعني كذا حادثه انا جات لي كذا حادثه واصحاب العربيات بيبقوا جايين متدمرين اساسا. يعني هم بيبقى جاي الله يعينه على اللي هو فيه، بس فانت ما ينفعش ان انت اول ما هو بيجي لك كده انت تروح انت صدمه لا، واحده واحده كده. طيب على الجانب النفسي الاول، ايه اصعب مثلا حادثه جات لك؟ يعني لا، جالي حوادث صعبه كتير. انا جالي حادثه، لسه حادثه عندي من حوالي شهر، ميت في العربيه خمس شباب. ثلاث اربع عربيات بتجيلي اصلا في حوادث كبيره بلاقي فيها اعضاء بشريه. لا 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 لا، ده بسبب السرعه برضو. السرعه السرعه ازاي يا جماعه؟ والله ارجوكم بجد بلاش السرعه، وكمان احنا في وقت الشتاء ده صعب جدا جدا. برضو يعني ايه اكتر الحوادث اللي بتجيلك بقى، بنات ولا اولاد؟ بص، هما كده كده البنات حوادثهم ما بتبقاش زي الولاد. اهو لسه قايلها نفس الاجابه دي. مش جازف زينا. يعني حوادثهم بتبقى بسيطه، بس هما بيعملوا حوادث كتير. يعني اساسا انتوا
في الشارع بس اخرنا خبطه بالظبط خبطه بتاع. لكن احنا كشباب عامه لا، في على فكره بنات كتير جدا بتسوق حلو جدا بتسوق حلو جدا جدا يعني. بالظبط، بس هي ممكن تلبسنا في حيط وبيجروا، هي ممكن تلبسنا في حيط برضو، اللي هم دايما ماسكين الموبايلات ودايما قلبين العربيات بتاعتهم اوضه وصاله وكل لا بس معلش احنا متعودين جدا على فكره ان احنا نحط التليفون كده في الطرحه ايوه وزي الفل وهكمل. على فكره كنا نعمل فعلا حادثه على الدائري من وقت قريب، كنت بكلمها بسبب برضو عربيه واحده بنت سايقاها ومش في دماغها وقافل عليها الازاز وبتتكلم في التليفون وهي اكنها ماشيه في بيتها. يبقى الغلط عندك انت طبعا. انا الغلط عندي انا ازاي؟ ما انت مش مركز ان في بنت بتسوق جنبك. يعني انت اكتر الحاجات اللي بتجي لك اكترها حوادث بنات بتبقى شباب. اه براءه هو البنات. اه بصي هو البنات برضو، ما هي البنات يعني بيجي لنا حوادث منها كتير على فكره، ثلاث ارباع شغلي حوادث فعلا مع بنات، بس البنت بتجي لي بحادثه مش حادثه كبيره لانها ما بتجازفش. ما بتجازفش زينا، بيخافوا بالظبط. يعني احنا ممكن نبقى مثلا ماشيين انا مثلا وخالد ماشي بالعربيه جنبي، لا يلا ويجري اجري بتاع. لكن انت اول ما تلاقيني كده بس خلاص. اي انا اصلا يعني لو كده هيبقى اخر اغمض عيني واسيب العربيه وارسل. انا هاخد الحاره اليمين وامشي فيها ماليش دعوه. على فكره خالد في بنات اصل جريت معاهم كتير، في بنات كتير جدا لا فعلا الله اكبر عليهم ما شاء الله، قلبها بيبقى اجمل مننا كمان والله. بس برضو في تلك الحالات السرعه وحشه والمجازفه وحشه جدا. اللي احنا ماشيين على هوا بالظبط، يعني ده حديده وماشيين على هوا بالظبط، فيعني ما ينفعش ما تسمعوش كلام ندى ولا احمد يعني. هو رصيد من الستر بس. طب في برضو نقطه دايما بنقع احنا فيها كلنا، لما بنروح نودي العربيه للميكانيكي او الصنايعي ممكن يبقى فيها حاجه بسيطه جدا جدا يطلع لك العفشه يفكي لك العربيه كلها. اه طبعا ده طبيعي. طب انا ازاي اقدر احمي نفسي من المشكله دي؟ او بص على حسب المكان اللي انت بتدخله. بص يعني انا حتى عندنا التعامل مع الصنايعيه صعب جدا. شوف انا اهو بقالي قد ايه في الشغل ده، بس التعامل مع الصنايعيه صعب جدا جدا فوق ما تتخيل. الصنايعي بالنسبه له العميل اللي بيدخل اي تي ام. واو اي تي ام جاي له هو مادي بالظبط يعني غير مش كله برضو يعني في ناس كتير كويسه، يعني انا معايا فريق عمل محترم جدا. بس هو الفكره كلها في ايه؟ ان هو العامل او الصنايعي اللي بيشتغل في العربيه بالنسبه له العميل ده اي تي ام، وبيستغلوا كمان فكره ان انت مش فاهم العربيه بتاعتك صح. فيقول لك لا ده فيها ممكن كذا، ممكن تبقى حاجه بسيطه جدا وتلاقي الموضوع كبير جدا. مش عارف يا شباب احنا معانا صور الاستاذ احمد هشام نعرضها كعربيات، عايزين نشوف برضو مشاكل العربيات اللي صدمتنا بصراحه. كان في مشاكل كنا جايبين في صور للعربيات معانا يا شباب ولا ايه؟ الشباب تمام هيجيبوها ينزلوها. بحسبهم ناموا والله الشباب. برضو ايه الحوادث الاكتر المتكرره اللي هي بتجيلك دايما، اللي انت دايما بيبقى اسبابها ايه؟ لا بتجيلك دايما تلاقي نفس المشكله هي او تكرارها في عربيات معينه. بتبقى الفرامل، فرامل العربيه مش بتسعفها انها تقف. في عربيات معينه اساسا، يعني في عربيه بتقلب بس في عربيات يعني بدون ذكر اسامي، يعني ليها علاقه بنوع العربيه، بنوع العربيه، ماتيريال العربيه، تقفيل العربيه. العربيه دي مؤهله انها ما تعديش سرعه معينه، ف زي معانا اهي معانا دي الصوره. لا دي لا دي لا دي لا دي اتقلبت يا ساتر. لا لا خالص يعني. طب دي بقى كانت ايه المشاكل اللي في العربيه نفسها؟ لا ما كانش في مشكله في العربيه، هي العربيه دي كانت ماشيه دي بعد ما اتصلحت وكاوتش اتفرقع فالعربيه اتقلبت. لا بس ايه يعني ما شاء الله رجعت عروسه زي ما بقول مركز تجميل. العربيه متدمره تخرج عروسه ما شاء الله. العربيه دي متجمعه، دي متجمعه هي العربيه دي يعني الصوره تيجي دلوقتي هي متبهدله خالص. هي دي غيرنا فيها كل حاجه. وطلعت طبعا اهي بشكل تاني. هي دي او هي دي يا ساتر يا رب يا ساتر. مالها المواصلات ليه نركب عربيه؟ فالعربيه الاولانيه الحمراء كانت جايه قلبت عربيه تقدر تعمل ده كله فيها. طبعا. طب دي برضو كانت قلبه؟ لا دي لا دي ايه بقى؟ دي هو دخل في عمود، دخل في عمود نور. دي عربيه ماركه باين عليها انها ماركه. عمود يعمل فيها كل ده؟ العربيه دي برقم اصلا. ساتر يا رب. ده طبعا عايزين نوجه طبعا كل التحيه للاعلامي الكبير عمرو اديب، وسلامات سلامات كبيره ليه بسبب برضو الحادثه الفظيعه اللي حصلت في اكتوبر هنا للاسف. دايما بيقولوا على السوشيال ميديا ان العربيه ثمنها ما شاء الله كبير جدا، الجوده بتاعتها وثباتها عاليه، سيفتي وكل حاجه فيها كويسه جدا. ازاي اتدمرت بالطريقه البشعه دي من قدام؟ بص هو العربيه دي كانت بتجري جامد. يعني بص هو ده تصنيف الحادثه، ما اعرفش هو صح ولا غلط، بس العربيه دي كانت بتجري جامد ودخلت في نقل.
فدخل بدفعه في نقله، ممكن نقله كانت واقفه كانت ماشيه بالراحه، فالدفعه مع الصندوق الحديد بتاع النقل، فطبيعي جدا يحصل كده. بس ما هو برضو هي العربيه غاليه والعربيه الماتيريال كويسه والعربيه كل لسه حاجه. كنت لسه بتقول ان احيانا نوع العربيه بيخليك معرض للحوادث اكتر. ما هقول لك، ما ممكن العربيه تكون رخيصه بس تدخل في حاجه، يعني مثلا تعمل حادثه في حاجه ما تبقاش بالضخامه بتاعت عربيه غاليه. على حسب الحادثه حصلت ازاي. ايوه يعني مثلا في حد ماشي على سرعه غير حد يكون ماشي على سرعه تانية. العربيه مثلا عربيه غاليه ماشيه على 200 وعربيه رخيصه ماشيه على 100، فالحادثه دي مش تبقى زي الحادثه دي. بقى مشكله سواق مثلا السرعة. هي مشكله السرعه في الاول وفي الاخر. برضو دايما يقول لنا العربيات القديمه عظمها جامد، يعني اكتر من العربيات دلوقتي. بص، هي دي حقيقه وغلط في نفس الوقت. والله العربيات القديمه بيبقى عظمها جامد، بس العربيات القديمه بتبقى دايبه فالخبطه بتسمع. هما يعني ساعات سمعت برضو، اكيد انت هتفهم اكتر مني في الحته دي، ان العربيات الحديثه بتبقى ماش بلاستيك بس هي بتمتص الصدمه. بالظبط كده، وبتخليك انت تحافظ على السواق اكتر. بالظبط، لكن الثانيه انت اللي بتتكسر وهي ما فيهاش حاجه. بالظبط، دي حقيقه. هو فعلا يعني احنا كشعب مصري بنقول ان العربيات القديمه صاجها امتن، بالعكس العربيه دي بتبقى دايبه اصلا. العربيه بتبقى من جوه دايبه طبعا بسبب عوامل الجو والميه والهواء وكده، فبيبقى في حاجه اسمها برومه في العربيه. فمع الخبطه بتلاقي العربيه بتفتح بتسمع، مع انها قويه توصل توصل للسواق. لكن العربيات الجديده صاجها خفيف بس الى حد ما في سيفتي للسواق اكتر. بيقولوا بلاستيك يعني. لا مش بلاستيك طبعا. يعني هي العربيات الحديثه تحس انها بلاستيك بس لا مش بلاستيك. لا مش بلاستيك. طب انا مثلا عايز اشتري عربيه جديده او مستعمله ايا كان، بس مش عارف الامكانيات بتاعت العربيه ايه اللي تخليني في امان اكتر من ناحيه الحوادث. فايه الامكانيات اللي تبقى موجوده في العربيه تخليني احافظ على نفسي من ناحيه الامان؟ بصي، هو اي امكانيات ماديه يعني مثلا على حسب الفلوس اللي معاكي، هتلاقي على حسب الفلوس اللي معاكي عربيه كويسه. بندور على ايه طبعا من ناحيه الامان؟ بندور على الاير باج، على انظمه الفرامل اي بي اس اي بي دي، في كذا نظام فرامل. فطبعا كل عربيه فيها نظام فرامل معين، او كل عربيه مثلا على حسب سعرها بيبقى فيها كم نظام فرامل. في عربيه ما فيهاش نظام فرامل خالص، فرامل عاديه. في عربيه ما فيهاش اير باج. فبالنسبه لنظام الامان اللي انا بدور في العربيه اللي انا بشتريها على اير باج واي بي اس اي بي دي اللي هي انظمه الفرامل. في حد تاني بيدور على كماليات. بالظبط، في حد تاني بيدور على شكل العربيه شكل. طب برضو هسالك سؤال ممكن يكون خارج شويه اطار الحوادث. يعني كواحد مبتدئ عايز بيتعلم السواقه، هل الصح ان انا اتعلم مثلا على عربيه قديمه مانيوال، ولا اتعلم على عربيه اوتوماتيك فيها كماليات عشان تريحني وتسهل لي عمليه السواقه؟ انا وانت تفضل ايه؟ هو احنا كنا زمان بنتعلم على عربيه قديمه مانيوال عشان لما العربيه تتخبط تبقى قطع غير رخيصه جدا، ولازم تتعود على مانيوال عشان لما ويطلع عينك. لا ده مش صح. مش صح. يعني الافضل الاسهل والكماليات الاسهل. باشا انت هتسوق عربيه، العربيه دي انا هتعلم عليها. صح، بس انا هتعلم عليها، مش شرط ان انا لازم اتعلم على قديم. مش شرط، مش لازم ان انا اتعلم على قديم عشان لما اجي اسوق جديد ابقى مستريح خالص، ملهاش علاقه. يعني الفكره السائده دي غلط. تمام، لا يعني ما نسمعش كلنا بنعملها، حتى انا بقولها اتعلم على العربيه دي عربيه. طب يعني فعلا نتعلم عربيه مانيوال افضل؟ والله هو افضل، بحيث ان انت مثلا انت هتعلم على مانيوال هتيجي تسوق الاوتوماتيك سهل. لكن لو اتعلمت على اوتوماتيك واتحطيت في موقف ان انت لازم تسوق مانيوال هتعمل ايه؟ وخد وهات وودي ويطلع عينك. في برضه يعني يمكن انت اصعب الحوادث اللي بتجي لك، ممكن زي العربيه اللي احنا شفناها الحمراء دي اللي خرجت ما شاء الله عروسه جديده من مركز التجميل. انا مسميه مركز تجميل عامه. هو بصراحه ليه حق يتسمى مركز تجميل يعني. ما شاء الله. ازاي ممكن تاخد منك وقت قد ايه؟ العربيه دي خدت منك وقت قد ايه؟ خدت مني 10 ايام. 10 ايام. بقول لك معايا فريق عمل عالمي ما شاء الله. يعني لا يا جماعه احنا كلنا نروح عند استاذ احمد يعني ما شاء الله. يعني ده 10 ايام ده هو تقريبا عملها جديده يعني، عمل واحده ثانيه. ايوه انا بحس ممكن تاخد شهر. والله ممكن على حسب. بص، ما هو الفكره ان العربيه دي مثلا جات لي النهارده، انا عندي شغل قد ايه؟ معايا الفريق العمل بتاعي قد ايه؟ فممكن مثلا عربيه تجي لي انا عندي 10 عربيات، فبالتالي لا هتستنى شويه. ممكن العربيه تجي لي مثلا وانا ما عنديش شغل، فبالتالي لا هنشتغل فيها فهتخلص بسرعه. بالظبط، وعلى حسب برضو نوع العربيه، على حسب حجم اللي انت ما هو فريق العمل اللي معايا. لو حادثه بسيطه في حد بيشتغل في العربيه، حادثه كبيره لا في حد تاني اللي بيشتغل في العربيه، في حد اخصائي في الحاجات دي. طب مثلا انا يعني عايز اعرف الخطوات اللي بتمشوها انتوا بقى كمركز وصيانه والكلام ده كله من ناحيه العربيه، بتهتموا بايه الاول ثم ايه ثم ايه في العربيه؟ ما هو بصي، مش بنهتم بايه، احنا دلوقتي جات لنا عربيه مش نافعه تاني خالص. ايوه، فاول حاجه بنفك العربيه كلها. وبعد كده بنبتدي نسمكر العربيه. بعد ما العربيه بتخلص سمكره بنبتدي نشوف الموتور بتاع العربيه، موتور والعفشه والكهرباء. بعد كده البويه اخر حاجه، بعد كده الصالون بقى اللي هو الفينش بتاع العربيه. لكن اول حاجه سمكره. اول حاجه لازم العربيه
تتفضى خالص، بعد كده نشوف الموتور، بعد كده العفشه، بعد كده الكهرباء، لان هي سلسله. بعد كده ابويا، بعد كده اقصى عربيه خدت معاك 10 ايام ولا؟ ما في عربيه قعدت عندي سنه ونص. دي كانت فيها ايه؟ لا هو كان يعني العربيه دي جات لي كانت مقلوبه فعلا، وكانت حاسستها كبيره، وصاحبها كان في المستشفى على ما خرج وجالنا وعملنا وابتدينا نشتغل في العربيه. خدت معانا احنا وقت قد ايه؟ خدت معانا وقت مثلا 3 شهور. يعني هو بالظبط زي العروسه، يعني بتاخد دوش، تاخد دوش الاول وفي الاخر الفينش بقى المكياج بتاع الشكل النهائي للعربيه. الصراحه مهنه صعبه، بس يمكن اغلب الحوادث كلها سرعه. نصيحه بقى للناس يعني بسبب تكرار الحوادث، ويعني تنصحهم بايه اللي ممكن يكون سيفتي اكتر في العربيه لا قدر الله لو حصل اي حادثه؟ يعني ايه اللي ممكن يبقى جاهز معاكم؟ اللي جاهز معانا في العربيه كأمان. اول حاجه حزام الامان، ده لازم يبقى لابس حزام الامان. يعني انا وريتك قبل الحلقه، انت شفت، انا شفت العربيه ما شاء الله، هو خبير حوادث والعربيه متدمره وريتك دايما كده بالظبط. حزام الامان رقم واحد. لو العربيه فيها ايرباك طبعا، يعني ربنا يلطف لو حصلت حادثه والايرباك، يعني بعد الستر طبعا الايرباك، الفرامل الاي بي اس، نحافظ على العربيه ازاي عشان مثلا لو حصل لا قدر الله اي ظرف، لا كاوتش العربيه ده لازم يتغير في ميعاده. ليه على فكره عدات كيلومتر؟ طبعا ليه وقت قد ايه؟ 50,000 كيلو ويتغير. تيل الفرامل 20,000 كيلو ويتغير. نبتدي بقى ان احنا نبص على صيانه العربيه اول باول، بحيث ان الله لا يقدر لو حصل حاجه زي كده ادوس فرامل تقف. على فكره من النادر في مصر ان العربيات بتقف والله بجد. بالظبط. طب انا ممكن اخد وقت الصيانه ده قد ايه؟ من امتى يعني الوقت قد ايه؟ بص، هو الصيانه بتاعت العربيه كل 10,000 كيلو بتصين العربيه. وممكن بعد ما تعدي كيلومتر معين، مثلا بعد ما العربيه تعدي 100,000 كيلو بتتصين كل 5,000. ده بالنسبه للزيت والفلتر. التيل الفرامل 20,000 كيلو. الكاوتش من 40 ل 50,000 كيلو، في ناس بتقعد لل 60 وناس بتقعد لل 100 عادي. بالنسبه للزيت والفلتر والتيل والكاوتش، بالنسبه بقى للصيانه اللي جوه الموتور بقى، اقول على البوجيهات والسيور والكلام ده، ده برضه ليه كيلومتر معايا. ده تحس ان انت بتفتح الكابوت بتاع ده بطن العربيه. بالزبط. ده في كارثه فعلا. كمان برضه لازم الواحد قبل ما بيطلع من العربيه لازم يشيك على العربيه بتاعته، كاوتشات الحاجات دي. طبعا في معظم الناس بتدور العربيه وتطلع هي كده العربيه فيها ايه يعني. فكره كمان بقى تسخين العربيه. طب احنا معانا اتصال، ناخد مؤمن من الشرقيه معانا اتصال. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا خالد؟ الحمد لله، صباح الخير. منورين. ده بنورك يا مؤمن. صباح الخير عليكم. صباح الفل عليك. حلقه جميله جدا جدا جدا، الموضوع ده مهم قوي قوي قوي. ربنا يخليك يا مؤمن. بجد ما قدرتش، انا لازم اتكلم في الموضوع ده. ازيك يا مؤمن، منورنا. نورك، ربنا يخليك. مؤمن صديقي. مؤمن صديقي. اخيرا يا راجل صحيت بدري. والله النهارده اول مره اسمع الحلقه في ميعادها. ما شاء الله، وكمان صح على فكره الحوادث، ربنا يستر يا مؤمن. سبحان الله، انا موضوع مهم جدا، وبجد الواحد بقى بيخاف من ام الحوادث دي. طب انت عايز انت ممكن تقول سؤال لاستاذ احمد هشام عايز تساله للحوادث؟ والله هو برضو السؤال اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيه في الاخر دوت، اللي هو الموضوع بتاع الحاجات اللي المفروض تبقى معايا في العربيه قبل ما اسوق، فدي حاجات بتبقى مهمه جدا وقليل قوي اللي بيلتزم بيها فعلا. صح. فهي ده كان السؤال بتاع اللي انا كنت عايز اساله. طب كويس قوي يا مؤمن. حلو ان احنا بالظبط ان احنا يعني حاولنا ان احنا نسال جدا. فعلا كانت الحاجات دي. طيب يا مؤمن، حاول يعني مش عارف اشكرك والله، حاول تسمع الحلقه معانا. شكرا انك صحيت بدري يعني. شكرا. بالظبط. برضو دايما اقول يعني هو احنا في ناس بتركب مواصلات كتير اكيد. المشكله بقى مش عندنا احنا، المشكله في سواق الميكروباص بسبب الحادثه. يعني حصل لنا من كام يوم، كنت راكب عربيه تويوتا عادي ميكروباص، وقعت بينا في قلب الدائري. العربيه انها تتشال مش راضيه، ضرب فرامل مره واحده والفرامل مش عارفه مش راضيه تتحرك. دي المشكله في الفرامل بقى نفسها؟ لا، ممكن يكون الموتور في حصل في عطل. يعني هو عمال العربيه مش راضيه تروح ولا يمين ولا شمال، واقفه ما بتتحركش اصلا، ما بتتحركش، تزق ما بتتزقش، ما بتتزقش. ممكن يكون الموتور اتكسر.
والله وارد جدا طبعا. ده احنا يعني يا ستر وقفنا في قلب الدائري حتى ندى بتقولي خالد انت في قلعه الدائري يا بنت عامل حاجه. فكره قبل يعني معلش قبل ما نتكلم نختم لو هنختم التسخين بقى العربيه ده بيختلف من شتاء لصيف وايه لازم التسخين نفسه عايزين كده؟ مش كل العربيات بتسخن يعني في عربيات معينه لا عادي بندور وبنمشي عادي وفي عربيات معينه لو ما سخنتش هتبتدي طول ما انت ماشي بالعربيه تقرفك بقى تقعد تقطع تقعد تحس انها عايزه تبطل لو مش سواق محترف وعارف يمشي العربيه هتبطل منه ممكن ما تدورش معاه تاني لو حصل فيها حاجه فبتختلف من العربيه لعربيه في عربيه لا عادي العربيه الحديثه مش محتاجه تتسخن عربيه البطاطا دي تحس ان انت راكب دريم بارك في عربيه اللي انت دايما عمال في ايه يا جماعه طب ايه يعني عشان وقت الفقره طبعا وقت حلقتنا قرب ينتهي ايه النصائح اللي انت ممكن فعلا تديها للناس كخبير حوادث وكواحد عنده تعرض لحوادث يعني الناس كتير وشاف عربيات كتير بقى هي السرعه بس نحافظ على السرعه هي السرعه بس واهم حاجه نحافظ على الكاوتش بتاع العربيه لان حاجه مهمه جدا والله حاجه يعني انا وريتك خالد فرده الكاوتش لا الكاوتش العربيه لو ما اتغيرش في ميعاده اقسم بالله بينفجر ووريت لخالد قبل الحلقه اللي حصل بالظبط فلا الكاوتش العربيه ده مهم جدا صيانه العربيه في ميعادها مهمه جدا السرعه بشكرك جدا والله نورتنا بشكرك والله يا استاذ احمد بجد على المعلومات دي ويا رب يا ندى يكون الناس استفادوا فعلا في كمان في فتره الشتاء ان السيول والشبوره المائيه والمطر ده كارثه لوحده فالتأني في السلامه يا جماعه التأني السلامه والعجله الندامه زي ما بيقولوا يا جماعه قبل ما نختم برضو يعني اعتقد دي كانت فقره مهمه لان كان في حوادث كتير الفتره اللي فاتت حصلت برغم تطور الطرق الا ان برضو السرعه لازم تحافظ على نفسك وتحافظ على صيانه عربيتك علشان تفضل دايما في امان بالظبط هو بيبقى اكترها عامل بشري فارجوكم يا جماعه امشوا بالراحه على مهلكم ما تستعجلوش جدا الحياه مستنيانا يعني زي ما بنقول والتأني السلامه والعجله الندامه بنشكركم طبعا مشاهدين على حسن متابعه الحلقه بشكرك يا استاذ احمد بشكرك طبعا زميله النص الحلو اللي معايا ندى بشكركم تحيه مني انا خالد عبد الناصر و ندى علاء في كلام في حفظ الله سلام